قضية ديال التعليم، أولا أنت بعض الأحداث المعزولة الهامشية عليها ألا تنسينا الإطار العام. الآن هنالك تعبئة وطنية حول أو ثلاث أولويات: التعليم والصحة والتشغيل، ثلاثة الأولويات. وهذه الأولويات الثلاث كاينة تعبئة عندها أثر مالي، عندها أثر بشري، وعندها أثر لوجيستيكي في البنيات التحتية. وهذا الشيء كيظهر باش نشوفوه في الأنشطة ديال عدد من الوزراء المعنيين بهذا المجال. عندما أقول أنشطة، ليست أنشطة مركزية هنا في الرباط في لقاءات صحفية، أتحدث عن أنشطة ميدانية، يعني زيارات لعين المكان، إطلاق أوراش بناء مستشفيات، إطلاق أوراش تحسين خدمات مؤسسات، إطلاق أوراش مرتبطة بوحدات صحية متنقلة، أو زيارات لعين المكان فيما يتعلق بالمدارس والمؤسسات التعليمية، واتخاذ قرارات غير مسبوقة. القرار الأخير المتعلق بالمؤسسات التعليم الخاص لم يسبق أن صدرت قائمة من أجل الدفاع عن جودة التعليم ومصداقية الشهادات الممنوحة. هذا تطور، ليس مسألة يعني عادية، غدا في المسار العادي. ولهذا بالنسبة للقطاع الحكومي المعني، الآن نحن انخرطنا في الأجراءات ديال المرسوم المتعلق بمنح التكوين المهني انطلق، الأجراءات ديال الخطوات المرتبطة بالزيارات الميدانية للوقوف في عين المكان على مستوى التقدم، على مستوى البنية التحتية، المعالجة ديال الإشكاليات المرتبطة بالدخول المدرسي، لأن الورش الأساسي في التعليم عاد ينطلق. ما تحقق هذه كما نقولوا الشق السهل، ولكن اللي هو عنصر حيوي في الانطلاق. أما الأمور المرتبطة بالجودة ديال المناهج، بالجودة ديال التدريس، بالمنظومة ديال التدريس، راه الآن كاين عمل مكثف، ومشروع القانون الإطار إن شاء الله عندما سيكون جاهز سيحال وسيعتمد لنتيح استقرار في الرؤية على مستوى التعليم وعلى مستوى السياسة المتبعة. والحمد لله نحن في هذا المجال نتقدم بسياسة تقوم على الحزم والصرامة وعلى المردودية.